سواء حصلت في 27 أذار أو 8 أيار، فالجميع دخل عملياً زمن الانتخابات النيابية، ولو من باب التعديلات التي قد تطرأ على قانون الانتخاب، وما جلسة اللجان المشتركة أمس التي رحلت أساس البحث للهيئة العامة إلا خير دليل. نجمة النقاش هي المادة 122 هذه من القانون الحالي، والتي تتحدث عن إضافة 6 مقاعد للمنتشرين ينتخبهم هؤلاء ويضاف إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضواً في دورة 2022. لكن الجدل السياسي هنا دفع إلى انقسام الأراء بين من يريد اقتراع المنتشرين لنوابهم الست في الدائرة 16 في القارات الست في الخارج وعلى رأسهم التيار الوطني الحر، ومن يفضل أن يقترع هؤلاء لنواب الداخل أي لل 128 نائبا وفي مقدمهم القوات اللبنانية والاشتراكي وأمل. نحن أميل إلى أن يكون الانتخاب يعني عام لكل نواب لبنان كما حدث في المرة السابقة. لا يجب أن نذهب إلى الخيارات الغير واضحة. موضوع الست نواب في الخارج دونه عقبات بالاتفاق بأي قارات بأي طوائف بأي آلية. الأسهل والأقرب والمنطقي أكثر هو أن ينتخب أهلنا المغتربون 128 نائب، فلنشجعهم على الانخراط الانتخابية، هذا حق لهم، هذا واجب علينا، المقاربة الوطنية هي يجب أن تكون الأساس والحكم بهذا الملف. أما المستقبل فرأيان داخلها. المحسوم اليوم بالنسبة لنا هو أن يكون للمغتربين الحق بالاختراع. يعني في رأيان داخل الكتلة وبعد مش محسوم النقطة، مهم الاقتراع. يعني الأول هذا داخل الكتلة في نقاش بهذا الموضوع، وإن كان يعني يمكن يكون الرأي الأغلب هو يكون اتجاه أن ينتخب الستة كما جاء في متن القانون الأساسي. موقف حزب الله في جلسة الأمس فاجأ كثر، فبعدما قيل أن الحزب لا يرغب بتمثيل واقتراع المنتشرين في الخارج عاد الحزب وبدل رأيه ولم يعاكس الحليف. ليش حزب الله فاجأ الجميع؟ فاجأ إذا بدك الجميع ما عدا التيار الوطني الحر. كان منسق معكم؟ صح، وقالوهم بارحة أنه بناء على بعض الاتصالات اللي صارت معنا وأبدت هواجس محددة، نحن كرمال هذا الموضوع، وإن كان عندنا هواجسنا نحن نضحي بهيدي الهواجس كرمال خليني أقول هذا الهاجس الوطني اللي عند البعض. يعني حزب الله اليوم موقفه معاكس للتنمية والتحرير؟ لا، ديزون انه في يعني دائما في مواقف مختلفه بهذه المواضيع، لا كل واحد عنده حساباته بالاخر. يعني هذا موضوع يعني قايد التداول دائم على كل حال، يعني من هلا لوقتها بيشاف كيف ترسل افكار بالاقناع بين حرفاء. مصادر مطلعه على جو حزب الله اوضحت ان الحزب ارتأى تغليب المصلحه الوطنيه على اي حسابات اخرى حتى بظل عدم وجود تكافؤ فرص، فكان موقفه بعدم الممانعه من السير بما يتفق عليه لناحيه اقتراع المنتشرين للست نواب او 128 بالداخل. وأكدت المصادر أن حزب الله منفتح على كل الخيارات وبالانتظار أكثر من اجتهاد يحوم حول مصير المادة 122. في جو أنه ما بيكفي نعلق هيدا المادة، بيصير في لغط بمكان ما، وحتى اللي عم يتسجلوا هلأ بهالفترة بينتخبوا للستة ولا لل 128؟ هيدا ناطق، خليني أقول بحسب هذه اللحظة اللي أنا وياك موجودين فيها. نعم. القانون الساري المفعول أنه من يتسجل في الخارج سيقترع لست نواب في الخارج. صحيح. أي تعديل بده يلحظ هيدا الموضوع، بده يقول الذين تسجلوا سيقترعوا من الخارج كما حصل في 2018. كل هذه التعديلات المطروحة متروكة للهيئة العامة لمجلس النواب، لأن الجو العام يميل حتى اللحظة بحسب ما تقول مصادر نيابية متابعة لتكرار تجربة العام 2018، فينتخب المنتشرون للنواب 128 في الداخل لا لمن يمثلهم في الخارج.